من الكرام توما أوفياء قناة الشروق تي في وبرنامج لايف المشاهير بنسخته رمضانية كتولك شو اللي يجيكم كل عشية على 4 على قناة الشروق تي في. طبعا باش نناقشوا أهم برامج قناة الشروق وحتى كل شبكة البرامجية الرمضانية نشوفوها في القنوات الأخرى ولا حتى التلفزيون الجزائري. اليوم يترافقني في هذا البلاطو الجميل نيفين، نقولها مساء الخير نيفين. مساء الخير إكرام، مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم هذا العدد معنا اللي برنامج لايف المشاهير على قناتكم وقناتكم العائلة الجزائرية الشروق. يلا اليوم رايحين او راح يكون بلاطو تاعنا ان بو سبيسيال لانه معنا انفيتي تري 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 سبيسيال، كنتو حبيتوه وشفتوه على قناه الشروق تي في من خلال اكبر برامج او برنامج لصنع الحلويات لو ميور باتيسي بنسخته الجزائريه. طبعا كي نقولوا ميور باتيسي نقولوا مهدي باتيسي ولا مهدي حاتمي مبارك، لو حاضر معنا اليوم في بلاطو نقولوا مساء الخير مهدي، صحه رمضانك. رمضانك كرام، صحه رمضانك ديبي. رمضانك مهدي. ميرسي بور لافيتاسيون، راني فرحان بزاف كاني معاك اليوم. بليزير، حنا رانا اسعد كي راك معنا اليوم. جوستومون لافيتاسيون ديالك كانت باغابوغ لو سوجي اللي رايحين نهضروا فيه اليوم. اليوم حبينا نهضروا نيفين ولا حتى المشاهدين ديالنا على اهميه برامج الطبخ في شهر رمضان، ولا نشوفوهم ما كانش رمضان ما يجوزش بلا البرامج هذوما، يعني ولات حاجه امبورطونت كما نقولوا. لكن قبل ما نبداو في هذا الموضوع، طبعا نسب المشاهده كبدايه عفوا كل حلقه وكل عدد البطحتين لهم حقق في حلقته 11 2.1 مليون، يعني اكثر من مليوني مشاهده في اقل من 24 ساعه. اما البراني فهو متصدر كل الاعمال الدراميه في الجزائر ب 1.3 مليون كذلك في اقل من 24 ساعه، دائما نسب مشاهده عاليه لهذا البرامج او حتى الاعمال اللي راهي على قناه الشروق تي في. نعود لموضوعنا، موضوعنا لنهار اليوم كما قلنا برامج الطبخ على القنوات، فكنا نشوفوا الو شاف، نشوفوا كذلك برنامج جديد تحت عنوان حلاوه رمضان في قناة الشروق. نبدا مع نيفين مهدي باش نعاود نولي لك، على بالي عندك هضره بزاف. نيفين يعني لانها جات كذلك على برنامج الو شيف، كانت من بين يعني مقدمي هذا البرنامج، فكيفاش تشوفي نيفين اهميه تاع هذا البرنامج في رمضان خاصه وانه عنده عده سنوات وهو معنا في قناة الشروق؟ برنامج الو شيف انا يعني اكرام من خلال تجربتي فيه وشفت الاتصالات وش كنت نشوف الناس، يعني ما تقدريش ديري شبكه برامج على قناه الشروق من غير برنامج الو شيف. ما كيفاش في العام ما نقدروش نستغناو عليه الوغ لا في رمضان للنساء كامل يسحقوا لي زاستوس، يسحقوا الوصفات، يسحقوا الاطباق الجديده. صحيح ان الاطباق تاعنا حنا اللي نعرفوهم، لكن على بالنا بلي لا كويزين غادي تتطور وغادي تتغير. فشحال من مرات تلف لها تقول لك انا كيف تلف لي ندير الو شيف نقعد نتبع ونتعلم معاكم. شحال من طفله جون في تتبع الو شيف غير باش تعلم لي زاسوس والاطباق غير من خلال لي شيف اللي يكونوا معنا دائما. باتي ميور باتيسي باينه تحب لي غاتو نقولوا ميور باتيسي سورتو العرايس الجدد، قالوا لي هنا في لاباتي قال لك العرايس الجدد ميور باتيسي الو شيف لازم. فميور باتيسي كانت اول تجربه لك في لا تيلي مهدي؟ première expérience, سورتو كو ليميسيون هادي راهي تركز بزاف على لي غاتو، يعني ما نشوفوش بزاف برامج اللي يديروا لك لي غاتو برك، يديروا لك زعما باغ اكزومبل البلا الاول ديسير لونتري ومن بعد نديروا الغاتو. مي الميور باتيسي اللي تي بزاف كونسونتري، انفا سي ليميسيون الكونسيبت تاعها سي تو سكي غاتو. اي سا مي ان ايفيدونس لي تالون اللي راهم في الجزائر باسكو ما نشوفوهمش بزاف في العالم. اي لا ليميسيون لو ميور باتيسي في الجزائر سا مونتخ باللي لو بوتونسيال تاع الجزائريين في لاباتيسري راه قوي بزاف. اكزاكتومون. انا الشيء اللي عجبني اكثر في برنامج ميور باتيسي سيكو ما شفناش غير لي غاتو لي تارت لي كيكيت، وشفنا حتى لي غاتو تراديسيونيل كاين حاضرين، وهذا الشيء اللي يميز برنامج ميور باتيسي. سيكو بالك بزاف بنات يحبوا لي غاتو يحبوا لاباتيسري يتعلموها صح وبكامل الطرق اللي كانوا معها مع كبار الشيف اللي كانوا حاضرين كيما مهدي كيما لوزا كيما معليش معليش. حبيت نقول لك برك نيفين انه اللمسه الجزائريه ولا لي غاتو تراديسيونيل اللي كانوا في الميور باتيسي جوستومون كانت يعني سبيسيال النسخه الجزائريه، يعني ما نقدروش نديروا ميور باتيسيري باتيسي جزائري بلا ما نديروا لي غاتو تراديسيونيل، كانت مشرفه عليهم لا لوزا. اكزاكتومون سيتي لا دوزيام ايبروف سيتي على لوزا لي غاتو تراديسيونيل و سي on met vraiment en évidence le patrimoine تاع الجزائر et c'est le plus important. وهذه الكلمه الثانيه ايضا شفنا سمحي لي كان في ميور باتيسي
مهدي بالك كي تشوفيه تهضري معاه الى جونتي تو بصح كي نكون نشوف ليميسيون الي تي تري ستريكت معاهم تري سيفير معاهم تما يعني ميم بالك واحد حاجه صغيره غلط فيها ولا الي تي سيفير معاه غير باش ينجح ويحقق وهذه نقولوها انه كانت مليحه للمتسابقين والمشاركين ليهم انه كي يكون معاك واحد سيفير ويصحح لك ماشي اللي يضحك لك ويفوت لك تتعلمي اكثر من الغلطه تاعك. نعاودوا نولوا رمضان وشبكه البرامجيه الرمضانيه اللي انا نشوفوا فيها خاصه على قناه الشروق كما قلنا لكم برنامج الو شيف برنامج ما وليناش نقدروا نستغناو عليه على الشاشه ماشي فقط في رمضان مهدي رانا نشوفوا هاد لي زيميسيون تاع الطبخ ولا لي زيميسيون كولينار يعني الناس والفوهم حتى مور رمضان. بيان سيغ باش نقولوا افيك لي نوفيل زيميسيون اللي راهم جايين في الجزائر دو كولينير اون ا انورميمون بخي لابيتود لي ان ابرونون دي شوز ونتعلموا منهم que ce soit traditionnel ou voilà, comme le meilleur pâtissier, on apprend la pâtisserie française au Kulchi et c'est toute l'année avec des émissions et c'est déjà très bien. الحاجة المليحة اللي زادتها الشروق هذه المرة يعني برنامج خاص كذلك بالحلويات يعني سبيسيال لي غاتو ولا لي ديسير تاع رمضان سورتو لي 10 جور الاخرين راح نشوفوا فيهم لي غاتو سبيسيال العيد دونك حلاوة رمضان هو برنامج دخل شبكة البرامجية الرمضانية لقناة الشروق من تقديم الزميلة والرائعة بشرى شأنها اللي هي كانت شاف في الو شاف تبعت شويه مهدي راني نتبعها ديما ونموت عليها وراني نتعلم بزاف منها بشرى 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 ما شاء الله بزاف بنات سيرتو ميم لي زاستيس وكي تخدم وطيب طيب من قلبها ولي غاتو تاعها انا شوي فان تاعها ما درتش لافا باسكو كنا قاعدين قلت لها نجي لك ندير ستاج عندك علميني كيفاش لي غاتو باسكو يدها يدها بنينه ما شاء الله عليها. يلا بشرى كانت دارت لنا اتصال مسجل حكت لنا شويه على الاكسبيريونس تاعها في هذا البرنامج اللي دخل شبكه برامج رمضانيه كبرنامج جديد وخاص بالحلويات فرحوا نسمعوا واش قالت لنا وبعد راجعين. شوف بشرى شعلان فيما يخص برنامج حلوة رمضان هو برنامج جديد خاص بالحلويات والتحليات الرمضانية السهلة والخفيفة اللي يحبوها كامل الناس وحتى كاين وصفات راهم جايين تاع حلويات العيد اللي بزاف بزاف يطلبوها مني نحاول في كل مرة نقدم وصفة جديدة يقدر المشاهد يستفاد منها خاصة انه هذا النوع من البرامج مطلوبة بزاف سورتو كي قرب العيد. حبيت نشكر قناة شروق اللي وضعت فيا هذه الفرقة باش تكون اول تجربة ليا في برنامج خاص بحلوياتي يعطيهم الصحة وصحة فطوركم سلام. يلا مشاهدينا الكرام عودنا ولينا لكم بعد الاتصال المسجل هذا للشيف بشرى شعنان اللي ولفتوها في الو شيف ولفتوا وصفتها لكن هذه المره شتوها ب يعني كونسيبت واحد اخر طيب لكم لي غاتو تاعها لانها معروفه هي عندها لا ميداي دور كذلك في لا تركي ذاتها بور لي غاتو تراديسيونيل ديالها كانت شاركت في احدى المسابقات فانا حبيت نسقسيك مهدي بما انك شيف باتيسيي يعني تشوف انه ليميسيون لي سبيسيال غاتو برك اسكو لي امبورطونت ثاني نشوفوها في الفطار ماشي غير برك في رمضان. C'est très très important de l'avoir Dima parce que comme je l'ai dit, c'est un métier qui ne s'arrête pas. Beaucoup beaucoup de monde s'intéresse à la pâtisserie et apprend en Ramadan ou pas en Ramadan. Donc c'est très très important de les avoir toute l'année. Surtout la pâtisserie, il y a beaucoup d'astuces qui sont rentrées, beaucoup de techniques qui sont rentrées. Avant, il y a la crème, comment tu fais. Exactement. Mais peut-être qu'il y a beaucoup d'astuces qui sont rentrées. Nouvelles techniques, exactement. Donc les gens qui apprennent, ils ne savent pas les salés. Parce que les salés, ils savent les pâtes, comment tu fais, les plats et tout. مي بالك في لي سكريري وفي لي غاتو اي تو لازم تاني نشوفوا لي زيميسيون ماشي غير الطبخ دائما 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 لي بلا ونشوفوهم وتاني انا مادابيا يكونوا تفاعليه باسكو كيما قالوا شاف برنامج تفاعلي كي يعيطوا لك يسقسيوك حبيت هذاك البلا حبيت هذيك لاستيوس بصح كي ديري برنامج تاني تاع باتيسري كيما قال لك اي تو ويزيدوا فيه الاتصالات من الناس يتحدي تتعلم تواصل يكون تواصل اكزاكتومون وحتستفاد اكثر بالك اللي ما نجحت لهاش لا كريم اللي ما نجحت لهاش الكاتو الكيك Je sais pas, non. Et surtout, les gâteaux traditionnels, tu as des aïrs, il y a ni, on a des aïrs kbir, on met la sauce. Quand ils font les gâteaux traditionnels, il y a ni, l'inqadro, belak, ma la benach, ma n'arfohomch, on en a inktachfou fihom, à chaque fois, même le meilleur pâtissier, on inktachfou bzef les gâteaux, ma la louzel, il m'a coûté n'arfohom. Exactement. T'as l'impression des gâteaux traditionnels. Ma la louzel, ma bouche, là. Est-ce que tu les réussis, qui te dirhom, ou là, là, là? Là, je réussis pas. Ah oui? Bien, barque.
صح. وشنو هو الجاتو بالك؟ سيمون بلغر سي تري تري كومبليكي. وشنو هو الجاتو بالك اللي يجي كومبليكي بزاف تراديسيونيل؟ مقروط، درت مقروط واحد النهار في المقله خرج كاع الغرس. تبع كاع. تبع كاع. نقول للنساء والبنات اللي يشوفوا فينا ميم مهدي وراه طال مقروط. مازال امل. مازال اسبوع. سي كون الجاتو اللي كي ديرو تراديسيونيل تقول إلي بون إلي مانيفيك. برجع البراج كي يقولوا في الجي ومن درت خطره شفتك في الانستغرام درت تزهيريات ثاني بانوا لي جاوبنا بصح كاين اللي قالوا تخلصنا نوري باللي جاوبنا بصح ما صح تسمى هذه فوتو برك شدي ديكلاراسيون على المباشر هذه نو ابري كيما نقولوا حنايا شاك شيف عنده لا سبيسياليتي تاعو ما نكذبوش دونك باغ اكزومبل لا لوزا ما نقدروش نستغناو عليها في لي غاتو تراديسيونيل هي وبشرى مهدي ما نقدروش نستغناو عليه في لا باتيسري مو سي ان اونور دو دير كو جو نكوني با وبغيت نتعلم وراني نتعلم فيه لهذا الشيء ما نقدروش نستغناو عليك في لا باتيسري قالوا لي واحد الاخبار انه راح تفتح لنا هنايا لا بلونش في الجزائر اكزاكتومون نفتح في ماي تخي بيانتو في الجي ان شاء الله مرحبا بكم واش راح يكون الكونسيبت باتيسري برك ولا دخلت فيها لي غاتو تراديسيونيل ولا لا غاتو تراديسيونيل لازم وغا لي غاتو تراديسيونيل مع لا لوزا وعندنا لا باتيسري تراديسيونيل دو فرونسيز وعندنا لا فيينوازغي عندنا بزاف حوايج اون غادي كور دو باتيسري رمضان الجاي انا عنده مي حبينا نقولوا برك المشاهدين انه لا بلونش اليكزيست في قطر بور المومون وراح تدخل ان شاء الله للجزائر كيف جاتك ليدي مهدي باش دير لا بلونش وعلاش جاك الاسم تاع لا بلونش ما كان على بالي يعني من عندك بلونش كي ريبريزونت الجي لا بلونش وكنت باغي نحط الجي باسكو جو فيير دتر الجيريان نوري باللي الجيري important pour moi في العالم كاع وي لازم ديجا لي غاتو تراديسيونيل لازم يكونوا سورتو بالك لي غاتو تراديسيونيل بالك نشوفهم ريفيزيتي شوفوا لا توش تاعك مع لا توش تاع لا لوزا وانا تخيك لي راني سير منو راح نشوفوا دي غاتو مانيفيك سوا غو سوا في الموديل سوا في الشكل سوا في كلش باسكو لا لوزا ايضا شاف كبيره تحيه كبيره ليها شاف كبيره بزاف اللي حتى هي كان عندها برنامج طبخ مع وليدها في قناه الشروق تاع تحليات اكزاكتومون اللي كنا نتعلموا منهم وكنا نستفادوا منهم ايضا مهدي نعاودوا نولوا لرمضان دوكا نروحوا لو كوتي بيرسونيل شويه وكيفاش يجوز مهدي رمضان لا روتين تاعك تنوض الصباح ما تنوضش بكري ولا نوضناك اليوم بكري لا دوك عندي بزاف خدمه شو انتخ بريباري لا بوتيك كما قلت لكم سا في بليزير دو فير رمضان في الجزائر سي سي ان غران بور موا و كل خطره و جو سوي انفيتي انورمومون في الجزائر سا في سوبر بليزير جوستيمون كيرغو كي غاتنا ايكام تاعك مقيم في قطر عايش في قطر تما تصنت تومل تماك وجوز رمضان وحدك ما عملي فات الفامي تاعك ما عندكش لا فامي تاعك ما انت اللي طيب روحك لا ما انا ما نطيبش ما نعرفش نطيب كاع والله ما نعرف نطيب كاع دو تو فريمون جو مونج جي اون ان جروب دامي في قطر اي اون مونج توس انسومبل ا شاك فوا حسبت لي بالك هكا شويه مع الشرب مع الحرير لا با دو تو با دو تو تون بلا بريفيري مهدي بالك في رمضان تحب تاكلو بزاف عفسه تراديسيونيل تحب تاكلها ولا تشوفها في الطابله كاين ولا ما كاينش ولا تاكل جو مونج دو تو صح لو بلا اللي بالك لازم يكون في الطابله ما تقدرش تجوز رمضان بوراك بوراك الشربه الشربه لازم لازم بوراك الشربه لحم الحلو نو لحم الحلو ولا لا ما نحبوش ما نحبوش ما انا ما عندي حاجه في اللحم الحلو انت مين تحبي لحم الحلو تحب الحلو تحب شبح صفرة يعني شبح صفرة تعرفني كان انا لحم الحلو شبح صفرة لازم يكون في الدار لازم يكون كل واحد وكيفاش عبد في رمضان حنا تلمو الجزائر كبيرة تاني المائدات الرمضانية تختلف من ولاية لولاية تروح الوهران ما تلقاش واش تلقى في الجزائر الحريرة تاعهم تاعنا ماشي كيف كيف انا جو بريفير انا نحب شربة فريك مي نحب بوكو بلوس الحريرة اي بورتو مانيش من الغرب مي جو بريفير الحريرة كوميم شربة فريك انا تاني في الدار نحبها شربة فريك نستغناش عليها ونحبها بزاف مهدي يغلبك رمضان ولا لا لا سهل بزاف ما يغلبوش كي تشوفي فيها ويضحك باينة بلي ما يغلبوش لا لا يلا نعاود نقولوا لي برنامج الو شيف هذا البرنامج اللي كان معكم لمده سنوات على قناه الشروق تي في رانا نشوفوا فيه هذا العام كذلك بنجاحه ووصفاته لشيف ديالو كل من شيف ناديه اللي نوجه لها تحيه اللي هي اقدم وحده في البرنامج يعني من خلال وصفاتها الى غير ذلك شيف كريمه وشيف ناديه اللي والفتوه كذلك في
صباح الشروق شيف كريمه معروفه ثاني باللي بلا تراديسيونيل تاعهم تاعها كنت ذوقهم مهدي يعني ما شاء الله ماشي ذوقهم يذوقهم يذوقهم وكذلك عندنا كل من سميه سماش اللي ولات يعني كما نقولوا عاده وتقاليد في البرنامج الو شيف لازم تكون وكذا بمرافقه زهره هي كذلك اللي كانت عندها تجربه من قبل في هذا البرنامج فنحيوهم كامل خلينا نقولوا ان وصفاتهم راهي تساعد الناس يعني نقدروا نتعلموا برك من لا تيلي باسكو دوكا الناس ولاو يروحوا ديريكتومون اليوتيوب مهدي une explication le fait de voir la télé ou une explication en direct on dirait ça aide énormément صح surtout qui يكونوا les appels نيفين يعني انت خدمتي الو شيف الناس كي كانت تعيط كي تحسي انهم حابين يتعلموا حابين يعرفوا هذاك لو بلا تحسهم باللي صح هم حابين هذاك لو بوكي شغل ما كاش واحد يوري لهم لا جارتهم لا يمام لا اختهم عندهم غير انتيا راهم يستنوا وقتاش في الشاف ناديه ولا الشاف اللي يكون معاك يدير لهم هذاك لو بلا باش يروحوا يتعلموا يكتبوا لي زاسوس كانوا يعيطوا ما يقولوا رانا دايرين كارني خلاص الكاي الاول رانا بدينا في الكاي الدوزيام من لي غوسيت ولي زيتاب اللي يتعلموهم سورتو ايكون كيما قلنا الو شيف انا بور موا ستاج غراتوي الكل الطفله الكل مره قاعده في فورماسيون قاعده في الدار قالوا لك في لافاسي قال لك ميم انت يا قولي لي بلي خدمتي في الو شيف انا خدمت معاهم انا سورتو كي خدمت في رمضان سيتي تري تري سبيسيال خدمتي في رمضان الموسم اكرام خدمتي في طيلت في الموسم في رمضان نو ميم في رمضان جو بونس كو سيتي تري سبيسيال علاش في رمضان عباك حنا عندنا هذيك العقليه تاع رمضان نربطوه شويه ثاني بالماكله نربطوه بالعباده ونزيدو نربطوه بالماكله ففي رمضان كانوا الناس كيعيطوا يعني دائما الواحد يخمم ينوض الصباح يقول واش نطيب اليوم 30 يوم عباك سي با سوفيزون طيب كل يوم بلا فكانوا دائما اللي يسقسونا يقولون بدلوا لنا شويه لي بلا انا حابين حوايج جديده غير ذلك فتحيه كبيره للبوبليك تاع الو شيف لو يشاهد فينا بوبليك كبير كذلك كانت العام اللي فات الو شيف جيش وقوه العام اللي فات الو شيف كانت نالت الجائزه تاع هلال تلفزيون كاكبر برنامج كان عنده نسب مشاهده في برامج الطبخ على المباشر يعني سانونور لهذا البرنامج اللي عنده عده سنوات نعاود نولي لمهدي ما بقالناش بزاف الوقت مهدي قلنا اسكو كاين ثوازيام سيزون تاع ميور باتيسي قريب مازال ولا ما تقدر تقول لنا والو باسكو كاين تحفظات شويه اكرم نقول لك كل شيء يا ربي سيزون 3 دو ميور باتيسي في سبتمبر ان شاء الله جدا لا ديفيزيون ما على باليش بصح il y a une troisième saison encore avec beaucoup de surprises parce que dis-moi à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison on a des choses différentes des choses nouvelles les vraiment c'est magnifique le Zaïre inchallah que je manque mon jus de l'an en troisième saison à Djedida justement quand il y a des surprises plus sévère plus sévère des surprises des vraiment très très compliquées avec Nivena مرحبا مع مهدي ما نقدرش نو ليفين ابخي شتها طيب سالي بيان سكري مازال ما لا انا شي بوكو بلوس سالي سكري ما نكذبش نو تتعلمي بوتيتر وي مي مليحه اون اكسبيريونس راه هايله ميور باتيسي اللي حتى حنا اللي كنا في الدار نتابعوهم نتعلموا منهم كيما مهدي زعما يفاي اون غومارك الواحد ولا وحده انت ترفدي هذيك لامارك بالك فو با فيغ هادي ما تزيديش هادي ما تزيديش ترفدي معاهم ثاني سورتو كيقول لهم على لا كريم ماشي ما يحبش السكر مهدي صح مهدي ما يحبش يقولها كي ستي بزاف السكر وكي تعجبو يقولها عجبتني ما درتيلهاش بزاف السكر وقتو لا باتيسري الناس دايرين في بالهم بلي لازم يكون فيها بزاف السكر راه هذه في الجزائر اي باتيسري كيفاش لازم شي لازم تكون سكري فوك سو تري سكري Parce que tu grimes très vite. Après, ça dépend des ingrédients. Ça dépend des ingrédients. Et après, avec les maladies qu'il y a à cause du sucre, etc., il faut réduire au maximum. Moi, j'aime le gâteau de framboise pistache. لازم تدير لنا كاش حاجه في لابلون لو فريزيي سورتو لو فريزيي فوز ايت لي بروميير ان شاء الله يلا مهدي حبينا نقولوا لك يعطيك الصحه اللي كنت معنا قلنا كلمه اخيره بالك دي سوربريز راك موجودهم منا ابار لابلونش الى غير ذلك فاليك الكلمه لا ماشي ابار لابلونش لاني موجود في لابلونش Et non, la blanche, elle est pour le tina. Où est-ce qu'elle est Elle a le meilleur pâtissier, la blanche, rien de... Rien de ouf. Qu'est-ce que je me dis de quelle émission je suis Inch'Allah, Inch'Allah. Que l'amour te prenne, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ikram. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir, Lina, de te connaître avec nous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Sara, on n'a pas besoin de l'ouvrir, sinon on va dire qu'on 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 va dire qu'
تحبي ما تحبيش تبين بزاف. انا نتبعهم ونحبهم، قلت لك مهمين لازم يكونوا. قلت لك انا وحده من المتابعين اللي انا بو موا يسهلوا عليا ويعاونوني ويعطوني لي زيدي وكلش، لانه برامج الطبخ ولات مهمه جدا في كل قناه، لازم تكون في الشبكه البرامج تاعهم حاضره. يعطيك الصحه فطورك، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، صحه فطوركم ومتابعه طيبه لباقي برامج قناه الشروق والشروق نيوز. جمعه مباركه، الى اللقاء. رمضان على الشروق لمتنا.